بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الحوار الخاص مع الأستاذ خالد فقوس ابن مدينة دورة جنوب الخليل، وهو أحد الذين شملهم قرار الفصل من حركة فتح هذا اليوم. أخي أبو محمد، أرحب بك، أهلا وسهلا، حياك الله. كيف تلقيتم نبأ الفصل هذا اليوم وكيف تبعتم ذلك؟ يعني بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي إلى الشعب الفلسطيني أم القائد الفتحاوي العظيم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأخ الحبيب كريم يونس. هذه الأم التي انتظرت 40 عام كريم حتى يعود إليها. أنا بعز كريم وبعز ماهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإن شاء الله الفرج القريب لكريم ولماهر. هذا أولا. أما ثانيا، فكنت أتمنى في الذكرى ذكرى الشرف والبطولة، ذكرى عملية الدبوي، أن يزف لنا القائد العظيم تيسير أبو سنيني خبر مفاده بأن قيادة فتح كرمته في هذا اليوم. هذه الحركة التي في حينها قالت بأن العملية الوحيدة التي لم يقع فيها أي شيء له علاقة بالخسارة للجانب الفلسطيني، سواء في الأفراد أو في العتاد أو في كل التفاصيل، هي هذه العملية، عملية الدبوي. فأنا بحزن شديد تلقيت خبر، علما أنه يعني هذا الخبر لم يفاجئني، هو فاجئ الشعب الفلسطيني. أنا على المستوى الشخصي مليش يعني مركز تنظيمي في هذه الحركة، على اعتبار أني أنا فتحاوي مثل أي فتحاوي عادي، وبالتالي فكرة فصلي من حركة فتح لا يستطيع لا يستطيع أي شخص سواء كان قائد أو رئيس أو مسؤول، لا فصلي ولا فصل أي قائد فتحاوي في هذه الحركة أو عضو في هذه الفتحاوي أو عضو أو كادر، لاعتبار أنه أولا فتح هي تنظيم لمن ليس له أي تنظيم، وثانيا لأن فتح هي رائدة وقائدة هذا المشروع الوطني الفلسطيني بقيادة الشهيد ياسر عرفات رحمة الله عليه، واللي كان يفترض من يوم ما دفناه إحنا غادرنا مربع هذا السلام الهزيل وعدنا إلى قواعدنا وعدنا إلى مربع التنظيم الحقيقي لنواجه هذا الاحتلال بطريقة غير هذه الطريقة اللي للأسف الشديد فيها ما فيها من يعني لو بدي أوصف مش راح أقدر أوصف، لكن فيها ما فيها من العهر. هذه القيادة اللي بتفصل أبنائها حسب يعني ما بتعتقد، يجب عليها أولا إعادة هذا التنظيم إلى وضعه الطبيعي، يجب إعادة التنظيم هذا إلى مربعه الحقيقي، يجب إعادة هذا التنظيم إلى تنظيم رائد فعال، يجب إعادة فتح إلى إلى الجماهير، وليس خطفة من مجموعة أشخاص يعتقدوا أنه ممكن يأجلوا الانتخابات وممكن يفعلوا فعائلهم في الانتخابات وممكن يطردوا هذا وممكن يعني يقيموا هذا. هذا لا يجوز، هذه حركة عملاقة، هذه حركة قادها ياسر عرفات وقادها أبو جهاد وأبو إياد وكل شعبنا وكل أحراره وكل شهدائه. لن تستطيع مجموعة هنا أو هناك التنكيل في هذه الحركة أو في قيادتها أو في كوادرها. نعم أخي أبو محمد، القرار جاء على إثر مشاركتكم في انتخابات المجالس البلدية مؤخرا، وقيل بأنه أنكم تجاوزتم الأنظمة واللوائح الداخلية. يعني مشاركتك في انتخابات المجلس البلدي مؤخرا وأنت شكلت قائمة كنت على رأسها، هل ترى في ذلك مخالفة للوائح والنظم الداخلية لفتح، وفي أي إطار تنظر لقرار فصلك هذا اليوم
وإسناده إلى موضوع مشاركتك في العملية الانتخابية التي جرت بكل سهولة ويسر وأريحية. يعني أنا مع هذا القرار لما تكون قيادة هذه الحركة في مربعها الحقيقي، في مربعنا الوطني، في مربع مقاومة الاحتلال، في مربعة إعادة اللحمة التنظيمية الحقيقية، لما تكون فتح بهذه الطريقة، نعم أنا بكون اتجاوزت. أما حينما أذهب لتشكيل قائمة من مجموعة من الإخوان ومن كل التيارات، من حماس ومن الجهاد ومن الجبهة الشعبية، أنا ذهبت لأنه هذه الحركة أو هذه المجموعة من الأشخاص في الحركة لم تعد تلبي مصالح الشعب الفلسطيني، ولم تعد هي الحاضنة الحقيقية لإرث وتاريخ هذا الشعب. وبالتالي نعم، شعبنا أكبر من فتح وأكبر من حماس وأكبر من كل تنظيماته، وبالتالي شعبنا الحي. وهذه التنظيمات حينما تفقد البوصلة يجب على شعبنا التفكير في أنه يرجع لمربعه الحقيقي، يرجع لقواه الوطنية الحية ويستند ظهره إلها. وبالتالي لا، أنا ما خالفت. اللي خالف بعتقد هو اللي صدر قرارات فصل اليوم تعسفية ما إله، يعني حتى في النظم الداخلية لحركة فتح لا يستطيع إلا المحكمة الحركية فصلنا. وبالتالي أنت ومن يكون هذا الشخص هو اللي تجارى وهو اللي تجاوز وهو اللي ابتعد كثيرا عن المشروع الوطني وعن البرنامج السياسي لهذه الحركة. طب هل قرار الفصل يعني جاء بقرار تنظيمي؟ هل بلغتم بذلك بشكل رسمي؟ من الذي قرر؟ من الذي يقرر أصلا في أن يفصل هذا أو ذاك؟ من يقرر فصل هذا أو ذاك هي المرجعيات الحركية، ومن ضمنها اللي هي المحكمة الحركية. بعد طبعا في عندنا يعني في حسب النظم واللوائح الداخلية في عندنا نظام داخلي بيحتكم له العنصر والقائد والكبير والصغير في هذه الحركة. وبالتالي هذا القرار إذا هو صح يعني صحيح هذا القرار، أنا بعتبره هذا تجاوز، ويجب تشكيل لجنة تحقيق من أعضاء اللجنة المركزية أو لمحاكمة أعضاء اللجنة المركزية إذا صادقوا على هذا القرار، لأنه هذا قرار غير شرعي. وتيسير أبو سنيني لا يفصل من فتح، وعمر الشلبي لا يفصل من فتح، ورفيق الخطيب لا يفصل من فتح، وحسن مطر لا يفصل من فتح. هؤلاء قادة الحقيقيين. ساحة القدس هي عمر الشلبي وهي رفيق الخطيب وهي حسن مطر، هؤلاء الأحرار هم. وساحة الخليل هذا البطل العملاق اللي اسمه ماهر، تيسير أبو سنيني بطل عملية الدبوية، هذا لا يفصل، هذا يكرم من فتح ويكرم من الشعب الفلسطيني. والذي يفصل من فتح هو الذي غادر المربع الوطني والنضالي من يوم استشهاد ياسر عرفات. إذن أنتم تقولون أن هذا القرار في إجراءاته ليس صحيحا، هل راجعكم أحد على مستوى القيادة في فتح منذ أن صدر هذا القرار وتم تداول عبر التواصل الاجتماعي حتى مساء هذا اليوم؟ هل تواصل معكم أحد حتى على الأقل ينكي أو يؤكد؟ نهائيا. وأتمنى أن يكون هذا القرار هو يعني مدسوس وغير صحيح، لأنه أنا بعتقد أنه هذا يشكل سابقة على السوابق اللي تم يعني تجاوزها. هذا يشكل سابقة خطيرة في الحركة، وأنا بعتقد لا زالت الحركة ويجب أن تبقى وتكون لتقف أمام مسؤولياتها في هذا الموضوع. هذا الموضوع ليس فتح، ليست خاضعة لشخص ولا خاضعة لفئة ولا خاضعة لطرف. فتح هي للشعب الفلسطيني، وهي المركب مع المراكب الأخرى التي يجب أن توصلنا إلى فلسطين. قلت أنكم تطالبون بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على من يعني أصدر هذا القرار، هل هذا يعني مطلب الأستاذ خالد أم أنه ربما يكون يعني لكم موقف موحد؟ يعني لا، أنا حكيت مع الإخوان، مع مجموعة من الإخوان، وراح يكون لنا موقف بالتأكيد موقف جماعي.
أنا مش دخيل على فتح، أنا بشكل شخصي يعني بقول أنا في هالحركة عمري 35 سنة في هذه الحركة، وتقلت مناصب عديدة وانسجنت واعتقلت، وبعتبر أني أنا أحد قادة هذه الحركة. بدون بيتك أيضا يعني. ونعم بعتبر حالي أني أحد قادة هذه الحركة وأحد عناصرها وأحد كوادرها، وبفتخر وبعتز أني أنا تلمذت على إيد مجموعة من المحترمين والمناضلين أمثال تيسير أبو سنيني وغيرهم، وبالتالي لا يحق لأحد مصادرة قرار هذه الحركة كائن من كان. من يستطيع اليوم أنه بجرد قلم يوقع على قرار فصل هذا أو ذاك سيوقع على أكثر من ذلك بكثير، وهذا مرفوض ولن يكون. هل في اعتقادك سيكون تداعيات ما أبعد من هذا الأمر يعني إذا ما استمرت الأمور بهذا الشكل؟ يعني أنا لاحظت يعني ومن خلال السوشيال ميديا ومن خلال الفيسبوك أنا لاحظت أنه فتح والقوى الوطنية وقوى شعبنا الحي ترفض هذا الموضوع، مش على اعتبار أنه عمر الشلبي وخالد فقوسي وتيسير أبو سليني ورفيق وفلان وعلنتان يعني وأخوي الحبيب كمان علاء، لا أنا بعتقد أنه الموضوع له علاقة في بعد أكبر من ذلك. وين يعني أنت لما تنتقد ظاهرة معينة وهذه الظاهرة لم تكن في لحظة من اللحظات في وقت الشهيد القائد ياسر عرفات ما كانت هذه، لما تنتقدها معناته أنت لازم تعاقب. على أي قاعدة تعاقب؟ على قاعدة أنه لازلت على الجبل، لازلت ترفض هذه المساومة، لازلت ترفض هذه السياسة القمعية اللي يمارسها البعض، لازلت تمارس هذا العار اللي إن فيه 30 عام. يجب أن نعود إلى مربع الحقيقة، مربع الحقيقة بأنه شعبنا لازال تحت الاحتلال، ومربع الحقيقة لازلنا نهان من الاحتلال بشكل يومي بشكل ليلي والاعتقالات والقتل. بالتالي لا يمكن يكون في سلطتين، إما سلطة حامية لهذا الشعب وإما سلطة يعني مع هذا الاحتلال. إحنا بدنا سلطة مع شعبنا، إحنا بدنا سلطة تحمي شعبنا، إحنا بدنا فتح تكون فتح اللي توجه ياسر عرفات بآخر كلمة قال شهيدا 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 بأنه رفض يستسلم في المقاطعة. هذه فتح، فتح بدها ترجع لقواعدها، شاء من شاء وأبى من أبى، فتح مختطفة من مجموعة من الأشخاص، هذه فتح اللي قدمت آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، بدايتهم كان عبد الفتاح حمود ونهايتهم اليوم أم كريم يونس. هذه مش ملك لفلان أو لعلان، هذه ملك للشعب الفلسطيني، هذه مش ملك للغوغاء اللي بيعتقدوا أنه أنت خارج السرب أو داخل السرب. أنتم أيها الغوغاء، أنتم الأنصاف، هذه فتح بدها ترجع اليوم بكرة، بدها ترجع للشعب الفلسطيني ولأبنائها ولأحرارها ولشرفائها على أساس تقود المشروع الوطني حتى النهاية. نعم. شاء من شاء وأبى من أبى. كلمة أخيرة أستاذ خالد حبيت توجهها لكل الجماهير اللي تتابعك من خلال هذا البث واللي راح يشوفوا هذا اللقاء إن شاء الله. كل عام وشعبنا بخير، وإرادة شعبنا قوية وصلبة ومتماسكة، وأنا بعتقد أني أنا عنصر في هذه الحركة، ولكن بقول هذه الحركة لن يجردنا من فتحويتنا فيها أي شخص مهما كان ومهما على شأنه، لأنه إحنا أجينا على فتح ما حد جابنا، إحنا أجينا بسلاحنا وبعتادنا، إحنا أجينا بدمنا عشان نستشهد من خلال هذه الحركة اللي كان عنوانها فلسطين فقط وفلسطين فقط وفلسطين فقط. نعم كل احترام، شكرا جزيلا، حياك الله.